السلام عليكم ومرحبا وألف مرحبا بكل متتبعي قناة شهيوات فاطمة. مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدد. اليوم إن شاء الله عمل جديد من مجموعة المطبخ المميز. عندنا لكم أربع اقتراحات لوصفات المالح أو بالأحرى فطائر محشوة بحشوات مالحة تزينوا بها مائدة الفطور الرمضانية ديالكم. نتمنى إن شاء الله كل الوصفات تعجبكم، والروابط غادي نخليها لكم مكتوبة أسفل الفيديو صندوق الوصف. ودابا بسم الله على بركة الله، فمعنا المطبخ المغربي مع فاطمة. فاطمة كويزين ماروكان غتقدم لنا فطائر بحشوة جد لذيذة، كيجيو على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. حفيظة من قناة شهيوات أمال غتقدم لنا فطائر بدون فرن، فطائر تركية حتى هي بحشوة لذيذة، هذا هو الشكل ديالهم. وخالتي عيشة من قناة عائشة المزالي غتقدم لنا فطائر أو لا ملاوي على شكل حلزوني بحشوة مالحة. واخيرا معكم انا غنقدم لكم حريشات صغار ساهلين وسراع التحضير بدون عناء، يعني كتحضرهم بسرعه والحشوه ديالهم لذيذه من ارد الحشوات المالحه اللي كيعجبوني صراحه في الحريشات، واللي هي حشوه الزيتون وايضا الجبن. فكنتمنى ايضا كل الوصفات تعجبكم مره اخرى، ودابا نخليكم مع الفيديو وفرجه ممتعه. فبسم الله على بركة الله، بالنسبة للعجين عندي ملعقة صغيرة من سكر خشن أي سكر سنيدة، نصف ملعقة صغيرة من الخميرة ديال العجينة الخميرة الفورية، وملعقة صغيرة من الخميرة ديال الحلوى أي البيكن باودر. بالنسبة لهاد الخميشة فيها 8 غرام، فأنا غادي ناخد فقط نصف الكمية اللي كتعادل ملعقة صغيرة، و 250 غرام من السميد الناعم، السميدة الرقيقة اللي كنحضروا بها البسبوسة وأيضا الحلويات والبغرير، فأنا قصتها بالميزان لأن هاد الجبانية عندي شوية كبيرة، وكاينين الجبانيات اللي كيهزو 250 غرام من النيشان. هنايا عندي ربع كأس من زيت نباتية ما يعادل 2 ملاعق كبار، وكأس صغير من الحليب الدافئ ما يعادل 100 ملي، وقبصة صغيرة من الملح. فاول حاجه كناخذ هذيك الخميره مع السكر، كنضيف عليهم الحليب اللي كيكون دافئ، وكنخليهم على جنب باش هكذا يتفاعلوا ليا بسرعه. كناخذ السميد كنضيف عليها البيكن باودر وايضا الملح وايضا هذاك الربع كاس من زيت نباتيه ما يعادل 2 ملاعق كبار. بالنسبه للبنات اللي كيبغوا القياسات يعني باشياء ملموسه باش هكذا كيجيكم العبار ساهل. فهنايا كنلبس هذيك الزيت مع السميده، كنرملهم مع بعضياتهم كيف ما كتلاحظوا معايا على هذا الشكل. عاد باش كنضيف عليهم الخميره والسكر والحليب من بعد ما تفاعلوا مع بعضياتهم، وكنبقى غادي على داك الشكل، يعني كندخل هذوك المكونات مع بعضياتهم. ملاحظه بالنسبه لي انا فكنحضر كل نهار بنهارو، يعني كنحضر كميات قليله من المملحات او الفطائر المالحه، لهذا فالمقادير اللي تشوفوا معايا كيعطونا 5 الحبات فقط من الحريشات. الا كنتوا عائله كبيره فضاعفوا المقادير. هنايا كنبدا نضيف الحليب بشويه بشويه، وانا كنجمع هذيك الكميه اللي عندي من العجين حتى كنتحصل على واحد العجينه كتكون مجموعه، يعني كتكون متماسكه ما كتكونش مرخيه، فكتكون متماسكه على هذا الشكل اللي كتلاحظوا معايا. صافي هنا كتصبح عندي جاهزه، كنخليها على جنب. دابا غادي ندوز باش نعطيكم مكونات الحشو. فبسم الله عندي 4 قطع من الجبن المثلث، عندي قليل من الزيتون الاسود من بعد ما غسلته وقطعته قطع صغيره، طريقة من الابزار الفلفل الاسود، وايضا القليل من الحليب اللي تيكون حليب عادي بارد. فهنايا كناخذ الجبن ديالي كنعمل هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا في الطبيصيل، يمكن لكم تستعنوا بجبن ريكوتا او لا اي جبن كريمي كتفضلوا، بوك او لا المهم اي جبنه متوفره عندكم. انا خدمت بالابسط الاشياء اللي متوفره عندي في الدار واللي هي الجبن المثلث. هنايا كنحاول نمعك هذاك الجبن بالفرشيطه هكذا كتاكخازيو مزيان باش ما يبقاش محبب. كنضيف عليه واحد الطريقه ديال الابزار اي الفلفل الاسود، وعاده باش ثاني كنضيف عليه الحليب بشويه بشويه، وانا كنمعكم مع بعضياتهم باش هكذا كيجيني داك الجبن خفيف. باش تخففوه كتخففوه بالحليب اولا بالماء، ماشي ضروري ديروا الحليب، تقدروا تخففوه بالقليل من الماء. صافي حتى كيصبح عندكم على هذا الشكل كريمي. عاد باش كنبدا كنضيف عليه الكميه اللي عندي من الزيتون الاسود، وانا كنحركهم مع بعضياتهم حتى كنتحصل على حشوه صراحه كتجي حشوه لذيذه ومكونات اقتصاديه، يعني سهله ماشي شي حاجه مكلفه، وكتعطيكم نتيجه روعه. فصدقوني ما تيبقاوش يعني كيتكالوا ما كيضيعوا ما حتى شي حاجه. صافي هنايا الحشوه صبحت عندي جاهزه،
بالنسبه للعجين فانا غادي نقسمها الى 5 كويرات كتكون متساويه. فيك فما كتلاحظوا معايا القوام ديال العجين فهو متماسك، يعني عجينه كتكون قابطه في راسها مزيان. هنا كنحاول نقسمها الى كويرات تكون متساويه. الا كنتو مبتدئات او مثلا بغيتوهم يجوكم مضبوطين يعني مزيان فقيسوهم في الميزان، ماشي مشكل. انا غير عيني الميزان اللي كندير كيجيو مزيانين. صافي هنايا كنجيب هذا المول الصغير ديال لي طارتوليت. كيف يمكن لكم ايضا تستعنوا بالغلاقه ديال شي قرعه عندكم صغيره، اي حاجه يمكن لكم تستعنوا بها. كتغطيوها ببلاستيك غذائي وكتدردروا عليها شويه ديال السميد الناعم، ومن بعد كتوضعوا ليها هذاك العجين من بعد ما كتكونوا طلقتوه واحد شويه ما بين يديكم، عاد باش ملي كتعاودوا كتضغطوا على العجينه مزيان حتى كتثبتوها من القاع ديال المول وايضا الجوانب، وكتحاولوا تطلعوها من الجوانب قدر المستطاع. بالنسبه للحشوه فانا هنا حاولت نقسمها الى 5 حصص متساويه باش هكذا كل الحريشات يجونا فيهم الحشو مزيان، ماشي وحده كتجي عامره وحده كتجي خاويه. فكيف ما كتلاحظوا هنايا كنحاول نسطح هذيك الكميه ديال الحشو في الوسط، ودوك الجوانب اللي طلعت كنحاول نجمعهم. واخا كتجمعوا كتبان لكم شويه صغارات ولا، المهم نتوما تغطيو هذيك الحشوه مزيان بالعجينه. صافي عاد باش كتبداو كتضغطوا عليها باليدين باش كتاخذ لينا داك ديك لا فورم ديال المول، داك تاخذ لينا الشكل ديال المول باش يجونا كلهم مضبوطين بنفس الشكل. كتضغطوا عليها مزيان باليدين ديالكم، ما تخافوا منها ما حتى شي حاجه، ضغطوا مزيان ودردروا عليها شويه ديال السميده. صافي وزولوها من المول فكتجي على هذا الشكل. كناخذ ثاني وحده اخرى نعاودها معكم. هنا كنطلقها مزيان ما بين اليدين ديالي. واخا كتبان لكم هكذا يعني دوك من الجوانب متفتحات او لا، ما تخافوا حتى شي حاجه، فكترمموها كيف ما بغيتوا، العجينه زوينه ومطواعه في الخدمه. صافي هنايا كنحاول نثبتها في المول، كنطلع من الجوانب دائما، كنطلعوا من الجوانب واحد شويه. صافي كتضيفوا الحشوه ومن بعد كتجمع دوك الجوانب على هذا الشكل. فهذه صراحه طريقه زوينه، سبق لي حضرته في القناه بطريقه اخرى، غير هي شويه العجينه ديالهم كتكون مرخيه. هادو صراحه براتيك احسن، يعني هنا بالنسبه لاي واحد يمكن يحضرهم ويجيو ناجحين 100%. صافي كنبقى غادي على هذا المنوال حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها، فكنتحصل على 5 ديال الحريشات صغار على هذا الشكل. كنخليهم تقريبا واحد 10 دقائق حتى كيرتاحوا يختبروا لنا واحد شويه. صافي كنجيب واحد المقلاه ثقيله وطيفال باش هكذا كنزرب، كنديرهم كيسخنوا على نار كتكون متوسطه. ملي كيسخنوا كنعمل عليهم هذوك الحريشات على هذا الشكل، ومن بعد كنبدا كنطيبهم، كنزيد في البوطه شويه فهما كيطيبوا بسرعه وسريعين الاستواء. صافي كيتحمروا على هذا الشكل، ما دهنوا لا مقليه حتى شي حاجه، فكيجيو صراحه زوينين وفنين. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ونتمنى الوصفه تنال اعجابكم. فكيجيو على هذا الشكل من بعد ما كيتحمروا من الجهتين. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، انا زينتهم هكذا بالقليل من داك الجبن ديال الساندويتشات من بعد ما قطعته بهذيك هذوك القطيعات اللي كنديروا بهم عجينه السكر، وايضا الجبن الاسود زعما الزيتون الاسود. صافي كنزينو على داك الشكل وكنقدمهم بصحه والراحه. بالنسبه للبنات اللي اول مره كيكتشفوا القناه فانا كنقترح لكم مجموعه من الموائد، يعني مجموعه من الافكار اللي حضرت بهم موائد فطور رمضانيه، نتمنى ان شاء الله تستفدوا منها ولو القليل. فبالنسبه لرابط كل مائده او كل فيديو اللي كتضمن هذه الوصفات غادي نخلي لكم اسفل فيديو صندوق الوصف باش هكذا تاخذوا منها بعض الافكار. وهذه هي حلقه اليوم، كنتمنى ان شاء الله كل وصفات تنال اعجابكم. ما تنساوش تزوروا باقي القنوات، يعني تزوروا صحباتي في قنواتهم وتشجعوهم ايضا. كنتمنى منكم كل تشجيعات لينا، ايضا تحطوا لنا اعجاب للفيديوهات. وكنقول لكم بالسلامه عليكم وفي امان الله الى حلقه قادمه ان شاء الله.